السلام عليكم، عندنا مهمة تلوين البيض، بس مش أي بيض. احنا عاوزين نعمل لون يكون قوي. هنعمل تجربة عملي مع بعض، هدفها ان انا اعمل عصف ذهني معاكم. اي حد عنده معلومة ازاي نطلع لون البيض قوي، عايزين نعمل كمية كبيرة ولونها قوي وزاهي. فلو في حد عنده معلومة غير التجربة اللي عندي النهاردة، مع اني ما شفتهاش على النت، بس ان شاء الله تبقى حلوة. حبيت اجرب دم الغزال، وبما انه مش عندي فهجرب دم الغزال بتاع البشرة اللي هو المرطب اللي بنحطه على شفايفنا ده. فهنجرب معلقة منه هنا، هنسيب بيضة هنا ربع ساعة وبيضة هنا نص ساعة. طبعا هنضيف خل، لان كل التجارب اللي على النت نصحت بالخل كمثبت. وبعدين نشوف، يلا نقول بسم الله. في تجارب كتير على النت بتقول ان احنا نجرب الوان الطعام. احنا جربناه بس ما طلعتش الوان زاهية زي ما احنا عايزين. فالتجربة هنا احنا هدفنا ان احنا ازاي نعمل لون قوي في وقت قليل. حاسة ان اللون ده هيبقى حلو لو طلع نفس الدرجة. طبعا المفروض يكون البيض لونه ابيض، بس ده اللي موجود دلوقتي، يعني هي مجرد تجربة. المفروض ان احنا عايزين، هي مهمة خيرية ادخال سرور للقلوب، فاحنا عايزين نلون مثلا 200 بيضة في ساعتين بشكل مبهج وجميل. لو حد عنده فكرة جربها بالفعل يقول لنا، لان جربنا البنجر اللون ما طلعش قوي، جربنا الوان الطعام اللون ما طلعش قوي، جربنا الكركم اللون ما طلعش قوي. هو طبعا لو عملنا بالالوان الاكريليك هيكون اللون قوي وكل حاجة، بس انا مش حابة الالوان. بفضل ان الالوان تكون في بيضة فاضية، يعني اجيب البيضة نية اخرمها من هنا خرم كده بمسمار، واعمل كده لحد ما كل اللي فيها ينزل. بعد ما كل اللي فيها ينزل وقتها بقى الونها، اعلقها، استمتع بيها. يعني اصلا ازاي نرسم على بيضة ناخد فيها وقت طويل وبعدين نكسرها؟ لا لا، لكن فكرة بقى ان احنا مثلا نعمل بيض كمية الوان قوية هتكون كويس. هو انا الصراحة حطيت هنا اكتر من هنا، يعني جربت هنا نص معلقة وهنا معلقة، لان احنا حابين نعرف مثلا لو احنا لتر مية مثلا مغلية مثلا محطوط فيه 20 بيضة، فالمفروض احط كمية قد ايه عشان يطلع اللون زاهي. فلو في حد جرب يصبغ بيض كمية كبيرة والتجربة نجحت معاه يقول لنا، لان كل التجارب اللي على النت بطيخة الصراحة. الحمد لله. هنحسب على البيضة دي 10 دقايق. الأسطورة بتقول لا، وانت فنان لما يحصل اي بقع حط عليها شوية ملح، مش عارفة ليه يعني اعتقادي كده. لحد ما تيجي تغسلها ان شاء الله، يعني ايه تطلع على خير. المهم، كل التجارب في النت بيجيبوه اللون زاهي قوي، لما بنيجي ننفذها ما بتطلعش مظبوطة. يمكن مش شرحنا كويس، او يمكن اختلاف خامات. بس انا متفائله بالبيضه دي، اللون ما شاء الله تحفه. انا حطيت معلقه خل، نسيت اصور، يبقى وهنا زودت تاني دم الغزال. فانا هنا هجرب دم الغزال على ربع كوبايه ميه سخنه اهو. البيضه طبعا مسلوقه الاول، بعدين معلقه دم الغزال ومعلقه خل، وهسيبها ربع ساعه. كنت بقول 10 دقايق بس لا، يعني انا حطيتها الساعه 3، الساعه 3 وربع هشوف دي بقى لونها ايه، ودي 3:30 هطلعها. لان كل التجارب على النت بتقول ان وقت النقع بيفرق جدا في درجة اللون. فان شاء الله تكون حلوة، انا متفائلة، حاسة ان في امل. انا كنت حابة اجرب البودرة، يعني جربنا الالوان السائلة بتاعة الطعام ما كانتش تمام، ما ادتش درجة لون كويسة. برضو قشر البصل اللي انا قرأته على النت، يعني ان هو محتاج انها تتنقع يوم عشان تدي اللون القوي. لا، احنا محتاجين لون قوي وفي وقت قليل. فاللي عنده فكرة، يعني مثلا لو الفكرة دي نجحت هتكون مناسبة لاطفال البنات، لكن الاطفال الولاد ازاي يطلع لون لبني مثلا او موف؟ واو، لونها تحفة. المهم، احنا عايزين حاجة تتشرى من عند العطار تكون كويسة نقدر نعمل بيها ألوان بيض. اللي عنده أي فكرة
والاهم انه يكون جربها، يا ريت يقول لنا في كومنت. انا عارفه ان القناه هنا في فنانين كبار وفنانين صغيرين، وواثقه فيكم يعني افكاركم حلوه، فان شاء الله في شم النسيم يكون في نماذج بيض مختلفه السنه دي تحفه. يعني انا ما عدتش، ما كملناش 5 دقايق ولونها كده. طب بعد شويه هتكون ازاي؟ إيه كمان قرات على النت ان ممكن اللون الذهبي اللي بيتحط على الترت نزوق بيه، فلو حد يعرف ازاي نكونه في البيت بحيث يكون تمنه اقتصادي، او يعرف فيديو قبله على النت فيه الطريقه، يا ريت يبعتولي او يسيبهولي في كومنت. دلوقتي عدى ربع ساعه على البيضه دي، ودي هنسيبها تكمل نص ساعه. بسم الله، محتاجه اعمل بايديا الاتنين في ثانيه واحده. صراحه اللون تحفه تحفه تحفه، جميل جدا. همسحه واجرب احط له نقط ذهبي كده نشوفها. نعمل نقط عشوائي كده، هو اصلا التنفيذ هيكون سريع جدا، فاحنا عايزين حاجه سريعه. آه الناس مش رسامين ولا سوري يا نونا، صاحبتي مش رسامة فهي اللي هتنفذ، فأنا عايزاها تنفذ بسرعة حاجة عشوائية وجميلة. فأنا شايفة بصراحة إن الشكل ده حلو، هنستعين بالذهبي اللي هو بيترسم في الترط. ولو في حد عنده فكرة تانية يا ريت يقول لنا. لو احنا عايزين نعمل مثلا الفوشيا للبنات وعايزين لبني للأولاد، فاللون اللبني ده هنجيبه بإيه؟ محتاجة رأيكم. البيضة دي عدى عليها نص ساعة بقى، هنجربها. بسم الله، مش فرق لون كبير، بس هي المسام بتاعتها تشربت اكتر من دي، يعني دي فيها اماكن كده مشربتش قوي واماكن لكن دي كلها شربت كويس جدا. طبعا الحتة دي كانت بره وما تلونتش، جميلة جدا. حتى لو اتحط عليها فوم جليتر، استيكرات كده قلب او عيون وبق، فهتبقى لطيفة قوي، لونها قوي وحلو. اي حد عنده فكرة بقى تنفع، يعني دي هتبقى مش هدية، هو البيض اللي هيتوزع على الاطفال كوجبات هيكون متلون، فكنا حابين البنات يكون ليهم لون والاطفال الولاد يكون ليهم لون. فلو اي حد يعرف مثلا اللون الاصفر القوي يجي ازاي، او اللون اللبني يجي ازاي، محتاجين النقع يكون 10 دقايق او ربع ساعة، محتاجين يكون حد جرب الفكرة بحيث ان احنا يعني ما نضيعش وقت. من المعلومات المهمة برضو ان احنا في اي تجربة بنجربها ناخد بالنا كويس جدا، هل اللون ده بيطبع على البيضة ولا لا؟ لو بيطبع فهي غير صالحة للأكل، لكن لو ما بيطبعش، يعني مثلا بودرة دم الغزال لو ما طبعتش فتمام ناكلها، لكن انتوا لو جربتوا الوان الفلوماستر والحاجات دي هتلاقوها بتطبع، فدي حاجة مش صحية خالص ان احنا ناكلها. ياريت ناخد بالنا من النقط دي. نشيل القشرة كده ونشوفها من جوه، تمام، ابيض زي الفل، يبقى كده اللون ما دخلش. عشان كده المية السلق الاولى مهم تكون مية سلق عادية خالص بشوية ملح وخلاص، لكن مية النقع حاجة تانية خالص عشان تكون طبقة تانية ما تدخلش في مسام البيض. التجربة كانت جميلة ولطيفة، انا هاكلها الحمد لله مفيش مشكلة. جربنا الوان الصبغه السائله، ما جابتش الالوان اللي احنا عايزينها. الفيديو الجاي ان شاء الله هنجرب الوان البودره لحد ما نوصل لافضل درجه الوان تعجبنا ونحس فيها ببهجه. اشوفكم في تجربه جديده، غالبا هتكون بالوان الطعام البودره مش السائله. السائله ما جابتش معانا الدرجه اللي احنا عايزينها. لو عندك راي او تجربه جربتها قبل كده سيبها لنا في كومنت، وما تنسوش لايك وشير، ولو مش مشترك اشترك. اشوفكم بخير، سلام.